13 إلى 29 نوفمبر 2018. ثلاثة متر ونص دي ارتفاع اللي هي زي دي كده زي حضرتك اللي ورانا دي تمام. دي مثبته ايه؟ ايه وظيفتها؟ ايه دي؟ دي عباره عن هي مصفه للحوض. دي طبعا الصرف بيخرج منها، فطبعا دي بتكون مخرمه بحيث ان الجمبري ما يهربش منها، ما تكونش ماسوره مصمطه، لازم تكون ماسوره مخرمه بحيث ان هي تساع الميه اللي طالع من الحوض، تغير الميه. تغير لكن المية. ما الجمبري ما يخش جواها؟ لا ما يخش، احنا بنركب عليها شبت. شبك بنركب عليها شبك غسل خارجي بيركب عليها بحيث ان هو ايه لو احنا حاطين الجمبري يرقات ما يطلعش من الصف. كويس. امال ايه الديت دي؟ عباره عن بدال بيعمل عمليه تدخيل الاكسجين داخل الميه، تجلب الميه يساعد على دخول الاكسجين داخل الميه. لازم تكون موجوده. لكن في حاجات في توقيتات معينه محتاجينها ضروري. في طبعا اللي هو وقت الشبوره. الشبوره ليه بقى؟ الشبوره بتعمل عازل طبقه على وش الميه تمنع وصول الاكسجين للميه. والجمبري والجمبري طبعا زي ده كائن حي. لازم يكون موجود اكسجين طبعا. طب امال ايه الثانيه دي اللي هي الزرقاء دي؟ الزرقاء دي عباره عن امبلر بيضغط بيجلب الميه من تحت. تجليب الميه من تحت نفس الكفاءه. يعني ده بيقلب من فوق؟ ده بيعمل عمليه تجليب وبيعمل دوامه في الحوض بحيث ان الاكسجين يخش يتخلخل داخل الميه. تمام. والامبلر عباره بيجلب تحت الميه. وانت بتشوف دي وتشوف دي؟ طبعا، بس دي طبعا فكره شغل الصيادين والفنيين البدلات. انما انا شغلي عباره عن الصرف بس. طب انت كنت شغال صياد قبل ما تيجي هنا تشتغل غواص؟ ان شاء الله. كنت بشتغل في الجمبري برضو برا؟ لا انا ما بشتغلش في الجمبري، انا شغلي غطس حاليا هنا. اول مره تشوف تشتغل على الجمبري؟ اول مره، بس انا شغل غطس، انما يعني ما بصطادش جمبري. ما بتصطادش؟ في طبعا في ناس هنا متابعه الجمبري، متابعه العلف، متابعه الري، متابعه برضو الصرف، لانه طبعا في بيارات دي اللي بنتحكم في منسوب الميه. واضح ان الجمبري محتاج معامله خاصه. طبعا معامله خاصه لانه حساس، كان حساس شويه. على عكس السمك الثاني. يعني السمك ما بيحتاجش كل الاهتمام ده؟ لا هو كل حاجه هنا فيه اهتمام طبعا، الصغيره قبل الكبيره برضه. فطبعا في ان هنا متابعه طبعا من المهندسين والدكاتره البيطريين، وطبعا بيوجهوا العمال، والعمال برضه هم برضه ناس على خبره وكفاءه بره، انهم اساسا جايين صيادين من بره. طب هم جايين صيادين من بره، تفرق ايه الصياد من بره والصياد هنا؟ تفرق ايه؟ تفرق في المرتب؟ بتفرق في طبعا المرتب دي دخل شهري ثابت. بره هو شغال يوم بيوم، يوم يعني رزقه يوم بيوم. ممكن اشتغل ويوم لا. تمام. انما هنا انا راجل ليا مرتبي ثابت باخده اخر الشهر،
سواء انا جيت اشتغلت او ما اشتغلتش. يعني انا مريح في طبعا بشرت شغل بسيط، خلصت الشغل اللي عندي قعدت مرتبي ثابت، انما بره يختلف. بره لازم ادي جهد اكبر عشان خاطر ان انا اخد مرتب، اخد ماهيه، انما هنا داخل المزرعه المرتب ثابت شهريا.